والنهارده حلقه بالنسبه لي مهمه جدا علشان معايا صديقه عمري يارا. ازيك يا يارا؟ الحمد لله. عامله ايه؟ مفيش كسوف بقى؟ احنا لا احنا يعني اصدقاء مدرسه وعدينا الجامعه الحمد لله وعدينا الشغل والعيال والخلفه صح، ونبدا بقى في الطبيخ ونقول بقى مع بعض كمان يارا فاشن ديزاينر، وهتديكوا شويه كده ايه تيبس الحجاب واللبس والحركات ويعني اوكي. عايزك كده تتكلمي بقى على احنا داخلين على الربيع، تكلمي الوان الربيع ايه، ايه الموضات اللي طالعه، الحجاب لو واحده مثلا مليانه من تحت تلبس ايه، بس احنا عايزين حاجات بقى ستايلش والناس عايزه نظبط كده الناس. قولي لي بقى ايه كده على ما ابدا معاكم في الاكل. يعني لو هنتكلم عن الكالر والكالرز والترندز بتاعت السبرينج سمر 2019، هي الالوان اللي هتبقى يعني ترندي قوي الفتره اللي جايه. الحاجات الموضه بقى هتبقى اللافندر، تمام، البيربل بقى شويه، اللايت جرين، الاخضر الفاتح، الاصفر الصريح طالع موضه جدا، مستردة كده. النهارده هنعمل الستيك بصوص المستردة، الاصفر الاصفر الفاقع يلو. عارفه الكالر بتاع كيل بيل، البدله اللي كانت اوما ثيرمان بتلبسها في فيلم كيل بيل، الاصفر الصريح، اصفر صريح. التوميتو ريد، الطماطم بقى يا سلام، لون الطماطم طالع موضه جدا. اوكي دي يعني هو الترند هيبقى ميكس شويه ما بين الالوان الفايبرنت الفاقعه والباستيل كولرز اللي هي لا غنى عنها فواتح مع في كل السيزون، بس هيبقى التركيز الفتره دي على الاوف وايت او السوجر وايت. اوكي وهيبقى فيه كمان البيج لا غنى عنه. اوكي والالوان الاساسيه اللي بتمشي معانا طول الوقت طبعا البلاك يعني. اوكي انا كده بحط البهارات اهو. وقولي بقى لو انا مثلا مليانه شويه من تحت البس ايه؟ بصي هي الموضوع ده بيبقى تريكي شويه على طبعاً. حسب جسم كل ست يعني سبيشلي لو في حجاب. بفضل لو حد مليان من تحت ما نلبسش سكيني كتير، يعني في كاتس للبنطلونات طالعه موضه كتير، البوي فريند كات، المام فيت اللي هو بيبقى واسع شويه نازل ستريت، ده بيبقى احسن شويه، ولما بنلبس عليه حاجه من غير قصات حاجه نازله واسعه ده بيغطي شويه المناطق المليانه اللي في الجسم وبيدي لوك لطيف. تمام. البنطلونات السكيني مع حد مليان بتدي التركيز كله على الرجل، فالموضوع ما بيبقاش ممكن يعني لطيف قوي. اوكي طب حاجه ثانيه بقى، ايه الحاجات الان قوي بقى الايام دي؟ الفيست، الكارديجان، البدل، ايه بقى الان قوي الفتره دي؟ الاوفر سايز كارديجانز او جاكيتس او بليزرز، دي ملعبي بقى، البس واسع وانزل. ده يعني اتس سوبر ترندي، والفكره كمان ان بقى موضه قوي ان انا ممكن حاجه واحده بس في الاوتفيت كله هي اللي تبقى تنطق اللوك. يعني لو هلبس ويست باج مثلا شكلها حلو واللبس كله بلين ما فيهوش حاجه، والشنط اللي طالعه على الويست دي فعلا طالعه موضه جدا. الويست باج طالعه موضه جدا جدا، والشنط الصغيره مين اللي طالعه موضه الفتره دي. فاحنا ممكن نبقى لابسين جينز وعليه بلين تي شيرت او كارديجان ساده، وبس مجرد ان احنا بنحط الويست باج او بيس اوف اكسسوري تدي لوك لطيف. اوكي سلسله كده غويشه حلوه، بروش، اكسسوارز بتلعب دور مهم جدا في اللوك العام. تمام. وبرضك الوان بقى الطرح، طبعا الاشارفات المنقوشه طالعه موضه جدا وحلوه جدا، بس انا دايما بفضل ان هي تتلبس على حاجات ساده. تمام. يعني لو هنلبس الاشارف منقوش في شجر نحاول ان احنا نلبس نهدي بقى بتاعتنا ساده، الشنطه تبقى ساده، ما ينفعش مثلا البس شنطه عليها البرنت بتاعت براند معينه وانا لابسه اشارف مشجر، الموضوع بيبقى زحمه قوي. نهدي اللعب يعني. بحب الموضوع دايما اركز على حاجه واحده، لو الاشارف منقوش يبقى التركيز عليه واللبس بلين، لو الشنطه فيها فكره وفيها برنت او كده يبقى الاشارف يبقى ساده علشان التركيز مثلا يبقى على الشنطه، نركز على حاجه واحده في الاوتفيت عشان يبقى شكله ديسنت وإليجنت. ممكن اسالك سؤال يا يارا؟ طبعا. لو رجعنا للمدرسه تاني هتزوغي؟ عايز اسالك ندمانه ان احنا ما زوغناش؟ بصراحه هي المواضيع دي بتبقى ليها يعني حلاوتها كده. ليه ما كناش احنا الاثنين بنزوغ؟ ما اعرفش يعني. ليه كنا بنقول لهم لا؟ بس لا انا لو رجع بيا الزمن هزوغ بصراحه. لا انا لا يعني بصي يا رب بنتي ما تشوفش الحلقه دي.
ما انا عشان بنتي برضو بحاول يعني التزم الديسيبلين على قد ما اقدر التزم يعني بس لو رجع بيا الزمن الادب والاخلاق وكده عشان تطلع ان شاء الله يعني لا ان شاء الله يطلعوا زي الفل احنا ما عملناش حاجه في حياتنا هم لسه يطلعوا تمام تحرين. طيب يارا دلوقتي انت عندك موهبه جميله الموهبه الجميله دي ممكن نوريها لاصحابي في التلفزيون ممكن بس حته صغيره يعني حته صغيره حته صغيره وانا هجر رجليها كده اول باول بس وبعدين هي جرت رجلي بس قولي لي بقى تحبي توصلي ايه لاصحابي انا هحط الصوص على بعضه اوكي على ما انت تغني يعني انا عشان كنت بحب اغني في المدرسه شويه انت حبيبتيني في ام كلثوم وتعلمت الحته عرفتيني وحبيبتيني الكبار واختي الصغيره فممكن اقول حاجه بسيطه يلا دينا بقى حاجه بسيطه نحتات المصطاد كان لك معايا اجمل حكايه في العمر كله سنين بحالها نفاد جمالها على حب قبله سنين ومرت زي الثواني في حبك انت وان كنت هقدر احب تاني تاني احبك انت كل العواطف الحلوة بينا كانت معانا حتى في خصامنا وازاي تقول انساك واتحول وانا حبي ليك اكتر من الاول اكتر من الاول واحب تاني ليه واعمل في حبك ايه واحب تاني ليه واعمل في حبك ايه ده مستحيل قلبي يميل ويحب يوم غيرك ابدا ابدا اهو ده اللي مش ممكن ابدا الله الاكله طلعت حلوه قوي 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 عشان الاغنيه اتغنى عليها كده Thank you.